معكم مستمعينا، مازال مستمر دائما مع فقرات متنوعة كلها إفادة في برنامجكم، برنامج لالا مولاتي. غادي نمشيو مباشرة للشيوات لالا مولاتي عند سعيدة من السمارة، وغادي نتعرفوا على أهم الشيوات اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير سعيدة. صباح الخير سنة، لاباس عليك؟ كي صبحتي؟ لاباس الحمد لله. تحية ليك ولكل الأسرة ديالك ولكل أوفياءنا بالسمارة والنواحي، كنوجه لهم تحية كبيرة بزاف. بارك الله فيك، تحية ليك ولجميع المستمعات كلهم. مرحبا بسلامك سعيدة. إلا سمحتي هاد اليوم إن شاء الله غادي تقدمي لنا، تعاودي تعطينا الكيكة بالكويرات ديال الكوك، لأنه كانت لقات استحسان ديال بزاف المستمعات، وللأسف ما عقلش كل مستمعة اللي قدمتها لنا، حتى يعني فاش كنت كنسق معاك عاد عقلت على أنه راه أنت اللي قدمتي لنا هاد الاقتراح اللي كيجي لذيذ بزاف ومميز، ونتمنى نعاودوه بالنسبة للمستمعات اللي ما سمعوش أولا اللي ما سجلوش معنا المقادير. واخا إن شاء الله. باش غادي نبداو؟ نبداو بالبسطيله بالكوك والكسكا. ايه واخا. فيها 500 غرام ديال الورقه. ايه. كيلو ديال الكفته. ايه. نص كيلو ديال الكبده. ستة البيضات مخفوقين. اها. 200 غرام ديال الفرماج حمر محكوك. ايه تفضلي سعيده. جوج بصلات مسلطين. ايه. 200 غرام ديال الزبده. شويه ديال القزبر والمعدنوس. ايه. بزار ملحه تحميره سكنجبير كاس تاع الزيت. بزار ملحه تحميره سكنجبير كاس تاع الزيت. ايه. طريقة في المقلة كنديرو زوج معالق ديال الزبدة. ايه. ونزيدو عليهم البصلة والقزبر والمعدنوس والعطرية كلها، ونخليوها حتى تنزل وتنشف من داك الماء ديالها. ايه تفضلي. ونزيدو الكبده مقطع على شكل مربعات صغار. ونخليوها 10 ديال الدقائق، ومن بعد كنزيدو عليها الكسكه ونخلطوها مزيان حتى كطيب، ونخليوها جانبا. ايه الحشوه نخليوها جانبا ما بين يعني البصله وقلتي لنا ومشحره مع شويه الزبده والعطريه، ونخليوها حتى كتنزل مزيان، ونضيفوا ليها الكبده مقطعه طريفات صغار، وملي تشحر مزيان نضيفوا ليها الكفته. واخا. وفي مقله وحده ثانيه كنديروا معلقه ديال الزبده. ايه. وكنزيدوا عليها داك 6 البيضات مخفوقين مع شويه ديال الملح والبزار. ايه. ونديروها على شكل اومليت. واخا. وفي مول ديال البسطيله مدهون بالزبده. ايه. كنفرشوا 4 الورقه ديال البسطيله وحده حده وحده. تفضلي سعيدة. ونحطو في الوسط ورقة واحدة أخرى. ونديرو نصف المقدار ديال الخليط ديال الكفتة والكبدة. ونغطيو بورقة واحدة ثانية. عاد كنحطو داك البيض الأومليت من فوق الورقه وحده. ايه. يعني نفرقوا ما بين الحشوه ديال الكفته والكبده وما بين الحشوه ديال الاومليت بورقه في الوسط. كل حاجه كنفرقوها بورقه، ما بين الحشوه كتكون ورقه. ايه. من بعد ما كنحطوا ديك الاومليت كنعاودوا كنغطيو بورقه، وكنديروا ما تبقى من الكفته والكبده من الفوق. ايه. وكنغطيو عاوتاني بورقه وحده اخرى، وكنرشوا بالفرماج محكوك. ايه. وكنغطيو بورقه عاوتاني وحده اخرى. ايه صافي، يعني كنسدو الورقه البسطيله. وفي الاخير كنتنيو البسطيله ديالنا وكندهنو الوجه. الو. ايه كنسمعوك. وكندهنو الوجه ديالها باصفر ديال البيض والزبده. ايه. وكنقطعو بعض الاوراق على شكل شرائح طويله. ايه هكا. ايه هكا خيوطه طوال. ايه على شكل شرائط رقيقه. وكنزينوا بها البسطيله من الفوق، وكندخلوها الفران حتى
تذهب اللون ديالها. اييه حتى هكا تحمر مزيان داك الورقه لان كل شيء طايب. واخا الله يعطيك الصحه. هذه بسطيله بالكفته وبالاومليت ديال البيض. هو صراحة يعني البسطيلة يعني كل مرة خاص الواحد يبدع فيها، يعني ما نبقاوش غير في هذوك يعني بسطيلة ديال الدجاج بسطيلة ديال الحوت. دابا تبارك الله يعني كل مستمعة يعني كل حادقة كتعطي اقتراح اللي هو مختلف، وكل مرة يعني مش ما كيكونش ذاك الملل في البسطيلة، كيكون أنواع كثيرة بحشوات اللي هما مختلفين. يعني أي حاجة كتجي خاصنا غير نجربوا عاد نحكموا على الحاجة. واخا سعيدة أنا عطيتك الدجاج معسل بالبصلة. إيه على نعطيك الدجاج على حساب الافراد على كل واحد. ايه واخا فيها زوج دجاجات او لا نعطيك على كل دجاجه. ناخذوا المقادير ديال الدجاجه وحده. ايه واخا، واللي عنده اللي بغى يزيد راه يضاعف الكميه. فعلا عندنا دجاجه وحده، نص كيلو ديال البصله، ايه معلقه ديال السمن، سكنزبير، تفضلي، زعفران سهرة، الابزار، الربيع، ثومه مزقوقه، ملون غذائي، سكنجبير، زعفران شعره، ربيع، ميه، والخرقوم، والحامض مصير، ايه، ونص كاس ديال عصير بالحامض. واخا ايه نقدو الدجاجه ديالنا كلها في هاد العناصر هادي. ايه وكنديروها في الطنجره ونزيدو عليها بصله وحده مشلضه. واخا ايه كنحطوها على النار حتى كطلع عليها واحد الغليه، فهمتي سنة؟ ايه ملي كطلع ديك الغليه عاد كنزيدو الزيت مخلط بلديه وروميه. زيت بلديه وروميه. من بعد حتى كتطلعات بالغليه على ايه يعني غليه، وعاد ديك الساعه كنضيفو زيت البلديه والروميه مخلطه. صافي وكنورقو حتى كيطيب الدجاج وكنزولو وكنخليو المرقه تعقد لينا. ايه من بعد ما نزولو الدجاجه كنزيدو القشاوس ديال الدجاج. ايه صافي وكنمشيو دابا للكعسان ديال البصله. ايه غادي نزولو الدجاج ونرميو دوك القشاوس ديال الدجاج ياك. ونخليو المرقه حتى كتعقد ونخليوها جانبا. تفضلي. كنسدو البصله ديالنا في كوكوط. ايه كنديرو داك نص كيلو ديال البصلة ونزيدو عليه شوية ديال الزيت والملحة. ايه من غير ما نزيدوش ليها الماء لأن البصلة راه كتطلق الماء ديالها. يعني غير البصلة وشوية ديال الزيت وشوية ديال الملح. وكنديرو على نار مهينة وكنسدو. ايه حتى كطيح البصلة وكنزيدو عليها معلقة ديال القرفة وربعة حتى لخمسة ديال المعالق ديال السكر سنيدة. مع التحرك حتى كتعسل. ايه نمشيو دابا للتعسل ديال البرقوق. تفضلي. البرقوق كديري في الماء وكديري شويه ديال السكر. ايه وشويه ديال القرفه وشويه ديال الملون الغذائي ومعلقه ديال الزيت، داك الزيت هو اللي كيعطي داك البركه للبرقوق. صافي من بعد انا كنكتفي ملي كنبغي ندخل الدجاج الفران يتحمر كنكتفي غير ما كندهنوش بالزبده، كنكتفي غير بداك اللي دام اللي في الزلده. هكاك ايه صافي كتدخليها كتحمر وفي الطبق التقديم كتحطي كل حاجه بوحدها، كتحطي ديك الدجاجه وديري لها ديك المريقه عاقده ومن فوقها كديري ديك البصيله وكتزيني بالبرقه. ايه الله يعطيك الصحه. هذا دجاج معسل هي بالبصله راني حاطاها في الفيس. ايه فعلا شتها. وعندي كعب غزال بالسكنات البيض وكاوكاو. واخا تفضلي. عندنا رابعه ديال الزبده. رابعه ديال الزبده. ايه هذا بالنسبه للعجين. رابعه ديال الزبده، كاس ديال دانون،
كاس ياغورت كاس السنيدة كاس ديال السنيدة خمارة وحدة خمارة وحدة الحلوة وطحين الكافي إيه بالنسبة لديك الرابعة ديال الزبدة غادي ناخذ منها معلقة ديال الزبدة كنديروها في الفسوة ديال الكاوكاو إيه نقصو منها معلقة كبيرة كنقصو منها معلقة والفسوة ديال الكاوكاو فيها كاوكاو كتحمر ويكون مطحون مزيان شحال رابعة تقريبا لا كيلو 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 إيه كمية كثيرة واخا كيلو ديال الكاوكاو مطحون مطحون مزيان إيه وكتزيدي عليها ماء ديال الزهر وشوية ديال القرفة ايه صافي كان كتاخذي ديك العجينه كتسرحها كنحربلو داك كاوكاو على شكل صبيعات ايه وكنسرحو العجينه وكنديرو على شكل كعب غزال وكان ملي كيطيب كنغمسوه في الشكلاط ابيض وكنديرو على بلاستيك كندهنو بزيت وكندخلو للثلاجه راه كيجي زوين ايه واخا ناخذوا الاقتراح ديال الكيكه بالكويرات ديال الكوك واخا ايه تفضلي اربعه ديال البيضات كاس ديال الحليب كاس معمر تاع الزيت كاس ديال السنيده جوج خمارات ديال الحلوه جوج كؤوس ديال الطحين جوج كيسان ديال دقيق الفورص معلقة ديال الخل معلقة كبيرة ديال الخل وجوج معالق ديال الكاكاو ايه جوج معالق ديال الكاكاو بالنسبة للفسوة ديال الكرة ديال الكوك فيها كاس كبير ديال الكوك مطحون جوج معالق ديال الحليب مركز محلى ايه جوج فرماجات ايه معلقة ديال النشا طريقة كنخدمو البيض مع السكر مزيان ايه وكنضيفو الزيت والحليب والخل والطحين والخميرة كنديروها ملي كنخلطو كنزلي العناصر كنديروها تمون وكندخلوها للفراغ على الحشوة كنخلطو بشوية عليك واخا سعيدة دابا الحشوة غادي ناخذ داك الكاس ديال الكوك مطحون ونخلطوه مع جوج معالق ديال الحليب مركز محلى ودوك جوج فرماجات مربعين ولا مثلثين ياك ومعلقة نشا تخلطها تشي كله مزيان كنخلطوهم كامل وكنكورهم كنديرو كورات على قد شكل مشماشة ومن بعد فاش كنديرو الكيك في المول كنحطو هذوك الكورات وسط داك المول ديال الكيك ايه كنشطوهم ممكن فرقوهم على داك المول ملي كنديرو واش غنديرو نصف الكمية ديال الكيك ونديرو الكويرات ونغطيو فوق منها بما تبقى من الكيك لا راه دابا ملي كديري داك الكويرات كينزلو كتنزليهم طياب الصبع ديالك راه كينزلو هكذاك لانه شفتها عندك في الصورة بانت لي ديك الكويرات ديال الكوك يعني نازلة لا كينزلو ملي كطيب الكيك كطلع العجينة كيبقاو هما لتحت فاش كتقطعي كيعطيك دوك على شكل ايه وكيجي اللون ديال الكيكه هكا شوكولاتي ومع دوك كويرات بيضين ديال الكوك يعني كيجي منظر ديالهم زوين فعلا جربوها بزاف ديال الصديقات معايا في الفيس اللي كانوا نزل لهم التحيه من هذا المنبر هذا وجربوها بزاف وسبقات لهم انا غادي نحاول ان شاء الله نحط الصوره ديال هاد الكيكه بكويرات ديال الكوك وهاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم ان شاء الله في لاباج فيسبوك لاله مولاتي باش كل فرصه للمستمعات على انهم يشوفوا هاد الاقتراحات اللي حنا كنتكلموا عليهم اليوم نعطيك رغيفة زعفران حر واخا نختمو بهم لأنه مابقاش لنا الوقت إيه تفضلي الطاجين الطاجين معسل بالبصمة على الفاخر واختاري لنا واحد من هذه الاقتراحات شنو بغيتي؟ اختاري انتم اللي بغيتوا نعطي لها الاشاره ديالكم الله يبارك فيك لاله اختك تفضلي رغيفة في نص كيلو ديال الطحين إيه شوية ديال الخميرة ديال الدار خمارة وحدة الحلوة شوية ديال الملحة والزعفران شعرها محكوك ومعلقة ديال الخل إذا سمحتي نعاودو نص كيلو ديال الطحين شوية ديال الخميرة ديال الدار إيه خمارة وحدة الحلوة
كاملين ديال الملحة. زعفران شعره محكوك ومعلقة ديال الخل. إيه. كنجمعو جميع هاد المقادير هادي كنعجنوهم مزيان وكنكوروهم صغار على شكل مسمن بحال المسمن. إيه. كنورقوهم بحال المسمن وكنقطعوهم على أربعة. إيه واخا. وكنقليهم في الزيت من بعد كنقطعوهم من الزيت كندهنوهم بالعسل كنزينوهم باللوز. راح حطهم حتى هما في الفطرة تيجيو في مذاق زوين ديال الزعفران. إيه بالزعفران وصحي في نفس الوقت الله يعطيك الصحة. تبارك الله عليك سعيدة كنشكرك بزاف على هاد الاقتراحات وأنا عارفة أنه مش ديالنا بزاف الاقتراحات غير الأساس. تحية الوقت على راس العيد تفضلي. تحية جميع المستمعات كلهم والتحية لمنى العمراوي والعائلة ديالي اللي في الاستماع. إيه كنوجو لهم تحية كبيرة. بارك الله فيك أختي سنة. شكرا لك بزاف. عندي واحد سنة بالنسبة عندي واحد النصيحة بالنسبة لأخواتي ما كتسبق لهمش الكيكة ديال الكوكوط. إيه. النصيحة هي صغيرة النصيحة بالنسبة لأخواتي ما كتسبق لهم هادي في الكوكوط ديال ما يديروهاش في الكوكوط ديال إينوكس راه ما كتسبقش فيها. هكداك. يديروها في ديال الألمنيوم. وملي يحطوها من فوق البوطة ما يحلوهاش ديك الساعات يخليوها حتى كتبرد الكوكوط شوية راه من ديك الساعات ما كيتعذبوش معاها في التحية راه كتحيد بسهولة ملي كتبرد شوية راه كديري يديك تتحيد. واخا مشكور على هذه النصيحة تبارك الله عليك سعيدة مسمرة وكنشكرك بزاف على تواصلك معنا وعلى هذه الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم.